واوعكم تسمعوا كلام الاخوان المسلمين المستهبلين اللي بيحاول يلفوا المشكله. المشكله في العقيده في البلد دي، ما في اي مشكله ثانيه. بلد فيها مش نيل نيلين، انت عارف النيل ده جاي من وين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجرت اربعه انهار من الجنه، من الجنه النيل ده هو حقنا ده ذاته، ما واحد تاني كما قال شرح الحديث، والفرات وسيحان وجيحان وسيحون وجيحون، حقنا ده جاي من الجنة. تاني ياتوا مويه أطعم منه يمكن إلا مويه زمزم، ياتوا مويه تاني، ياتوا مويه أحلى منه، ياتوا مويه أفيد منه للبشر، للحيوان، للشجر، للزرع، ياتوا مويه برضه عطشان. بعد ده الناس جعانين، أها رأيكم شنو أنتم؟ المشكلة شنو يعني؟ سيكولوجية، أيديولوجية، الكلام بتاع العواليق ديل. المشكلة في الشرك في العقيدة يا ناس، وحدوا الله ده يا أخي.